يا صباح الفل وصباح الخير والسعادة عليكم. أنا النهاردة موجودة في الحفل الخيري لمؤسسة ياسمين السمرة، يعني مش قادرة أقول لكم حلاوة الحفلة والأجواء وإحنا داخلين والناس حاجة جميلة قوي قوي قوي. تعالوا خدكم في جولة كده عشان تشوفوا قد إيه مؤسسة ياسمين السمرة بتأثر في الأطفال أصحاب مرض انحلال الجلد الفقاعي. هتعيشوا معايا أجواء حلوة قوي، أنا نفسي مبسوطة قوي وعندي شغف أحضر الحفلة دي. خير وصباح كل حاجه حلوه على عيونك يا مدام هناء. ايه الحلاوه دي؟ ربنا يخليكي يا رب. الحلاوه دي والله انا اللي سعيده بيكم وسعيده بالكم الكبير اللي موجود وسعيده بيهم هم كمان، لان احنا بقالنا فتره ما اتجمعناش مع بعض، وهما بالنسبه لهم ده الاجتماع او الجاذرنج الوحيد اللي بنتقابل بيه في كل سنه. بيبقوا جايين من محافظات كتيره جدا وسعاده جدا. ازاي قادره تجمعي كل ده؟ هم بالحب، يعني عايزه اقول لك ان هم انا بحبهم هم بيحبوني انا بصراحه. حاسه ان يعني بصي على النظرات بتاعتهم انا بحس في كل واحد فيهم، هي في عيون ياسمين وانها لما كانت بتبقى مبسوطه انا بحسها. فيعني انا عايزه اقول لك ان انا مبسوطه بيهم، وان شاء الله احنا لسه هنرقص ونغني ونهيص وناخد هدايا ونعمل كل حاجه. انت ما فيش حاجه مدام هناء السادات ما فيش حاجه مش عاملاها لهم في الحفله، كل حاجه هي موفراها من وكمان التنظيم والحاجات اللي انت عاملاها. موجود هنا ناس من السودان وناس من غزه وناس من سوريا، يعني بيجوا مصر واحنا برضو بنتولى ان احنا بنوعي الام وبنعمل الاحتياطات. عشان مفيش في بلادهم مؤسسه. يس مفيش في بلادهم مؤسسات للأسف. فاحنا يعني الحمد لله. الحمد لله ان احنا عندنا في مصر حاجه زي دي. الحمد لله. وده الاسبوع التوعيه العالمي اللي هو بيبدا من 25 ل 31 اكتوبر، فده بيبقى كمان مصر فيها حاجه زي كده بالعالم كله بيبقى فوكس عليها لما بنعمل الخبر وبنبعته. وانا الحقيقه بشكر السيد الرئيس لان احنا انا بعت له جواب بالنسبه لكل الاطفال على ان الدوله لازم تهتم بيهم، والحقيقه رغم كل المشغوليات بتاعته لكن الرد والرد كان لوزاره الشؤون ان اعملوا للمرض ده كل ما في طاقتكم، ووزاره الصحه ووزاره الاسكان ان اعملوا للمرض ده كل الطاقه بتاعتكم علشان تقدروا تخدموا الاولاد دي كلها. وانا سعيده وبنيابه عن كل الاولاد اللي موجودين، تقريبا 100 طفل عنده هذا المرض، ورغما من انه مرض نادر جدا لكن انا بشكر سياده الرئيس على انه اهتم وهيهتم ان هم ياخدوا الحق بتاعهم لان هم يستحقوا اكتر من كده بكتير. اكيد كلنا وانا بضم صوتي لصوتك وبشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على يعني استجابته السريعه كمان ليكي. حضرتك قلت لي يعني كان في استجابه سريعه، قالوا لي ان مش هينفع ومهما عملتي، لكن الحقيقه انا فوجئت بان فعلا فعلا وصل الصوت وفعلا ردت الرئاسه على الموضوع وبيتاخد له الاهتمام الكامل اجراءات كلها. والحلو بقى ان حضرتك لما قالوا لك لا وما حدش هيهتم بالموضوع انك انت لا انا لا انت صممتي وبعتت الجواب وحصل الرد كتير، وهم يستحقوا حقيقه هم يستحقوا. وعايزه اشكر صدى البلد لان فعلا بتدعم المؤسسه من زمان من ايام ياسمين ما كانت موجوده في معرضها، وكل سنه احنا بنعمل حاجه انتم متواجدين لان من خلالكم انتم بنوصل المعلومه لكل العالم كله، وصل المعلومه لمصر لان كل واحد منهم مصري من حق انه يعيش، من حقه انه يشتغل، من حقه انه يحس انه له انتماء للوطن. فانا مبسوطه جدا ان انتوا بتعملوا فوكس على الموضوع ده اهوت، وده حاجه مؤثره جامده جدا جدا. وانا بشكركم بشكر القناه على انها بتعمل التوعيه وبتشارك معانا في كل حاجه احنا بنعملها. بجد احنا بنشكر حضرتك ان احنا متواجدين معاكي النهارده في حاجه مهمه وحاجه مشرفه يعني لمصر كلها. بجد حضرتك نموذج مشرف، والله بقول الكلام ده من قلبي، نموذج مشرف لاي حد مصري يعمل حاجه خيريه. لا هي بتعملها من قلبها، هي بتعملها بحب، هي بتعملها
وهي حاسه كل حاجه فيها، هي حاسه بكل طفل وكل ام وكل اب موجودين هنا. بتعمل توعيه مستمره من خلال الجمعيه بتاعتها. تواجد حضرتك بقى النهارده اكيد فارق معاهم، وانا شايفهم كلهم مبسوطين قوي انك موجود معاهم النهارده. طبعا ده حاجه تشرفني، واقل حاجه نقدر نعملها ان احنا نبقى معاهم ونتكلم معاهم ونفرحهم ونشجعهم. يعني اللي بيواجه حاجه زي كده يعني لما بيتقفل عليه الباب ويقعد لوحده في البيت تبقى تجربه صعبه جدا، وقعها الاسره صعب جدا. لما بيلاقي حد معاه وقلبه عليه وبيفكر له وبيحاول ان هو يعني دايما يخفف عنه، اكيد ان شاء الله النتيجه هتبقى احسن مما نتخيل. يعني احنا مبسوطين جدا ان انت موجود ومثال يعني يحتذى به بين كل الفنانين، انه فنان جميل جاي وسط كل الاطفال دول وجاي يدعمهم وجاي. عايز اقول بجد احنا ما بنقدمش حاجه جنب اللي بتقدمه طبعا الاستاذه هناء، ان هي عملت هذه المبادره وعملت هذه الجمعيه وبترعاها بقوه وباهتمام. مثال فعلا رائع للمراه المصريه المتجرده اللي بتدور ازاي تساعد الناس وتخفف عنهم. يا رب كل الناس تبقى زيها. ايه البنوته الحلوه دي؟ انت بقى مبسوطه عشان الفنان الجميل احمد معانا النهارده؟ احنا اللي فرحانين بيها. قمر انت منوره وقمر النهارده. عامله شايفين الحلاوه؟ الحمد لله. بصي للكاميرا، بصي للكاميرا بقى وقولي لنا اسمك ايه؟ اسمي ساجده. اسمك ايه؟ ساجده. ساجده، الله ما شاء الله على الاسم. عندك كام سنه؟ 10. جايه منين بقى يا ساجده؟ من مصر. ساجده انت جميله قوي، حد قال لك قبل كده انك حلوه قوي؟ ربنا يخليك. انت احلى. انت بتحبي مؤسسه ياسمين السمراء؟ طبعا. بتحبيها؟ بتحبي مدام هناء؟ ده بحبها قوي، ربنا يخليها لينا يا رب. يا رب يخليها ليك ولمصر كلها والله. بس انا هغني الاغنيه انا بحبها. قولي يلا وانا هغني معاكي. واخده حته من الملايكه مش شبه افريديا مايكا، انت في التصنيف الاول بنت قلبي دي اعلى ملكه، بسكوتايه لا شيكولاتايه بفرح اما تكون معايا جنب مني عاوز ايه تاني. الله الله، لا سقفه كبيره بقى قوي 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 قوي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي وايه الصوت الحلو ده؟ ربنا يخليك ليا يا ماما هناء يا رب، وما يحرمنيش منك ابدا. طبعا ماما هناء اول ما اتعرف عليها كنت هتضايق لما حد بيتنمر عليا، بس هي قالت لي كلام اداني طاقه ايجابيه ان انا اواجه واكمل تاني وما يقاسش. كلام دوت اللي هي ان انت مميزه، انت ملاك ماشي على الارض. فايه احنا كلنا هنا بنحبها، يعني عايزه اقول لها ربنا يخليكي لينا يا رب، محرمش منك ابدا. وهي مدام هناء عندها حق ان انت فعلا مميزه وان كلكم ملايكه ماشيين على الارض، وما تسمحيش لحد يتنمر عليكي ابدا، لان بيبقى هو مريض عنده مرض هنا في دماغه عشان كده بيتنمر. صح؟ صح صح. اسمك ايه؟ شهد. جنى. شهد. الله على اسمك، انت اسمك حلو قوي. شهد انت ازاي حلوه كده؟ شكرا. انت بتحبي مدام هناء؟ ايوه طبعا. ايوه. انت جايه منين بقى؟ جاية من هنا من الجيزة. من الجيزة؟ طيب انت مبسوطة عشان في حفلة وفي رقص وفي حاجات حلوة كده؟ ايوه مبسوطة قوي. طب بتحبي مؤسسة ياسمين السمرة؟ ايوه بحبها. ومؤسسة ياسمين السمرة بتحبك قوي عشان كده هي عاملة لك كل الحاجات الحلوة دي. انا بحب ماما هناء قوي. ماما هناء بتحبكم كلكم وعاملة كل الحاجات الحلوة دي عشانكم، واحنا مبسوطين ان احنا معاكم النهاردة. هنرقص؟ هنرقص. ايه اللي انت نفسك فيه؟ نفسي قولي. نفسي ان ربنا يشفيني وابقى حلوه قوي. ان شاء الله ربنا هيشفيكي وهتبقي جميله قوي عشان انت جميله قوي وقلبك جميل قوي. بيتر مدام هناء قالت ان انت عندك موهبه رسم رائعه، الكلام ده حقيقي؟ طيب مؤسسه ياسمين السمراء بقى بتقدم لك ايه عشان خاطر تنمي موهبتك دي؟ لا طلعوني صراحه معارك كتير قوي، في منها في المركز الثقافي الروسي، وكان في فندق الماريوت، وكان في التجمع الخامس، طلعوني معارك كتير قوي، وكان في سايت صاوي. نزل الاكونت بتاع الانستجرام بتاعك على الصفحه بتاعه القناه عشان الناس كلها تدخل وتدعمك ويطلبوا رسومات منك.
لسه مكملين معاكم بقى بقيه الحفله والاجواء، وتعالوا نشوف بقى مؤسسه ياسمين السمره مخبيه مفاجآت تانية للاطفال عامله ازاي. حضرتك موجود في الحفل الخيري لمؤسسة ياسمين السمرة لانحلال الجلد الفقاعي، وبتدعم المؤسسة وبتدعم الأطفال، كلمني حضرتك أكتر، إيه رأيك في المؤسسة وإن هي كمان مؤسسة الوحيدة في مصر وفي الدنيا يعني؟ اسمحي لي الأول إن أنا أشكرهم على دعوتي لهذا اللقاء يعني، وأنا في غاية السعادة وأنا داخل بشوف كل هؤلاء الأطفال حيا في ضيافة الجمعية. عمل إنساني راقي جدا جدا، وخصوصا انه هذا المرض اللي بيصيب بعض الاطفال زي ما احنا شايفين النهارده نادر هو، فكون انه يعني يتم تجميع هؤلاء الاطفال واهاليهم الى هذه اللمسه الانسانيه، الحقيقه انا يعني في غايه الامتنان والتاثر من هذا التصرف الراقي. مؤسسه بالتالي راقيه جدا انها تتجه الى هذه الرعايه لهؤلاء الاطفال المصابين بمثل هذه النوعية من الأمراض، المرض النادر الحقيقة، وتوفير العلاج ليهم والرعاية الاجتماعية. مرة تانية أنا بكرر الشكر ليهم. أنا عرفت المرض من خلال المؤسسة، تمام، فبدأت أتعامل على مع هذا المرض وأكتب عنه وأشير إليه وأحاول إن أنا ألفت النظر إليه، تمام، فده أكيد بيحصل في الفترة الحالية، ومع الوقت ومع المجهود ومع اللي بتعمله الدكتورة هناء، تمام، هنلاقي ان فعلا الاعلام كله بدا يلتفت اليه، وبدليل وجودكم انتوا النهارده، يعني صدى البلد وجودها النهارده دليل على ان برضو ان في جانب اعلامي بدا يلتفت لهذا المرض، وبدا يشير لدور المؤسسه، وبدا يشير احنا هنقدر نوصل لايه مع هذا المرض في الايام اللي جايه ان شاء الله. ومن الحفل الخيري لمؤسسه ياسمين السمره لسه مكملين معاكم بقيه لقاءاتنا والضيوف الجميله اللي بتيجي تدعم المؤسسه ومدام هناء ودكتور هناء السادات. يعني خلونا كده نروح لضيفتنا الجميله اللي منورانا كده ونتعرف عليها وتعرفنا على نفسها. مدام نوره صباح الفل عليك. بدعم بشده المؤسسه دي لانها حقيقي مؤسسه محدش كان سمع عن مرض الجلد الفقاعي، وبفضل الأستاذة هناء كل العالم دلوقتي بقى بينادي بأنهم يعني يبصوا لهذا المرض بعين الاعتبار في كل الدول، وهي بفضلها وصلت لمجلس إدارة الدولي في الجلد الفقاعي ده، وهي بتعمل رعاية جامدة جدا. وأنا بصراحة من مكاني هنا بدعو كل الناس تدعم هناء، والمؤسسات دي بفضلها قامت وبتفضل، وإن المعاناة اللي بيعانوها الأطفال من ساعة مولدهم حتى ما بيكبروا محتاجين باستمرار معاونة وإعانة منها، لأن هي بتداويهم بإيديها. إيه رأيك في دور المؤسسة وفي الجموع الكبير اللي موجود النهاردة؟ الحقيقة قبل ما أتكلم على الاحتفال النهاردة أحب أتكلم على صديقتي العزيزة هناء اللي احنا بنسميها في مصر والعالم العربي الملاك لمرض الانحلال الجلد الفقاعي الاي بي، لانها من ساعة ما الله يرحمها ياسمين اتولدت وهي واجهت حاجة اول مرة تشوفها واي حد يسمع عليها في مصر، وبعد كده بعد كل الانجاز اللي عملته مع ياسمين بعد وفاتها الحزن تطور الى طاقة من العطاء، العطاء والخير. وشوفي حضرتك حوالينا الاطفال قد ايه واهلهم، مش بس بتساعد الاطفال انما بتدي امل للاهالي والعائلات كلهم ان هم ازاي يقدروا يعتنوا باطفالهم. وكان المرض ده غير معروف خالص في مصر، لكن دلوقتي بجهود هناء اتعرف في العالم العربي ان هنا في مركز ملاك الاي بي هناء السادات، هي ممكن تساعد الجميع. وبعد كده على نطاق الدولي عرفت العالم بالشغل والمجهود اللي بيتعمل في مصر،
عشان رعاية الأطفال اللي هم عندهم المرض ده. وده الحقيقة نحتاج طاقة غير طبيعية، حاجة ربنا ألهمها إنها تكمل المشوار ده. وزي ما قلنا لكم كده ان مؤسسه ياسمين السمراء مش بتدعم بس اهل مصر، لا كمان اهل السودان بيجوا لها من كل حتت. يعني في معانا الاء اسامه من السودان، عملت سيرش ودورت وكانت حالتها صعبه جدا، وهنعرف حالتها بالتفصيل من مدام هناء برضو توصف لنا حاله الاء كانت عامله ازاي، ووصلت لمؤسسه ياسمين السمراء وهي موجوده النهارده معانا. وبنصبح عليكي، صباح الفل عليكي يا الاء. صباح النور عليكي. قولي لي، عرفتي المؤسسه ازاي؟ عن طريق السوشيال ميديا طبعا. عن طريق السوشيال ميديا. طب انت كنت بتدوري على ايه؟ يعني كنت بتحاولي تلاقي ايه وانت بتدوري؟ انا كنت بدور على ناس شباب، رحت بدور فلقيت مؤسسه ياسمين السمراء. من سنه بعرفها، يعني مؤسسه من سنه 2015، تواصلت معاهم سنه 2022. في السودان طبعا ما فيش ثقافه وما فيش وعي وما يعرفوش ايه المرض وما يعرفوش يعني ازاي هيتعاملوا معايا، عشان مرض جديد ومش موجود فما حدش عارف عنه حاجة. أيوة نعم. فكان اتحدد لي باتر للإيد، وجيت هنا المؤسسة، وصلت مع ماما هناء مع المؤسسة، وقالت إن إحنا أول مؤسسة الوحيدة اللي في الدول العربية اللي تدعم المرض ده وتقدر تجي عندنا. فأخدت أول طيارة وجيت على مصر، جيت المؤسسة والحمد لله يعني تابعت معاهم والعيد ماشي كويس خالص. بالنسبه للاستاذه الاء، الحقيقه لما شفناها كان المشكله كبيره شويه، اكبر من العادي اللي بنشوفه، لكن الحمد لله خدناها ستيب باي ستيب. عملنا الجراحات بتاعتنا، عملنا فتره المستشفى، والفتره اللي خارج في المستشفى الحقيقه الفضل يرجع لمدام هناء بقى في الجزء الكبير. بس اونستلي برضو عشان نقول يعني الاء is an exceptional patient، يعني استثنائية. كم الصبر يعني والتحمل اللي كانت فيه فترة المستشفى، واي ام شور في ما بعد المستشفى كانت يعني بصراحة حاجة جميلة. والحق يقال برضو ان معظم ولادنا هنا اللي انا على اللي انا اتعاملت معاهم وعالجتهم اغلبهم عندهم صبر وتحمل جامد جدا. دكتور عادل ما بياخدش اجر على اي عمليه هو بيعملها بايده، كل اللي احنا بنعمله ان احنا بندفع بس المستشفى فقط لا غير، وبيدي نتائج كويسه قوي قوي يعني دعم كامل من الدكاتره اللي بيتعاملوا مع مؤسسه ياسمين السمراء، وبيشتغلوا من غير اجر، وبيشتغلوا عشان هم عاوزين يقدموا الدعم ده وعايزين يقدموا الخدمه دي للمؤسسه عشان تقدر ان هي تكمل. فاكيد ليهم كل الشكر والاحترام والتقدير.